أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء فتح بحث قضائي على إثر تداول بعض الوسائط الاجتماعية لائحة ركاب إحدى الرحلات الجوية القادمة من بلد أجنبي، والتي تبين أن أحد ركابها مصاب بأعراض فيروس كورونا المستجد. وأوضح الوكيل من خلال بلاغ توصلت به شوف تيفي بأنه نظرا لكون هذا الفعل يحتمل أن يشكل مخالفة للقانون الجنائي بسبب إفشاء السر المهني والتشهير والمساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.